مشاهدين اهلا بحضراتكم من جديد، وبعد ما شفنا مع بعض جزء من فعاليات احتفالات القوات المسلحه بنصر اكتوبر العظيم، يشرفنا ان ينضم الينا في الاستوديو الزميل الصحفي سامح محروس، مساعد رئيس تحرير جريده الجمهوريه. استاذ سامح مشرفنا منور. اهلا بيك يا استاذ عادل. استاذ سامح، بس قبل ما نبدا، وحيثما وجد استاذ سامح وجد معاه منشطات الصحف، احساسك بقى بنصر اكتوبر؟ المؤكد طبعا النصر اكتوبر في هذا العام له مذاق خاص. يعني هو اولا بيتصادف انه الذكرى الاربعين لنصر اكتوبر، هي الذكرى التي انتصرت فيها اراده الشعب المصري في قبل 40 عاما في استعاده يعني الكرامه قبل استعاده الارض. يعني ما حدث في 6 اكتوبر 73 هي انها كانت معركه استرد فيها المصريون كرامتهم، استردوا فيها كبريائهم، استرد الجيش المصري مكانته مره اخرى كواحد من اهم واكبر الجيوش الاقليميه في المنطقه. طبعا ما حدث في 67 هو كان فصل عارض في كتاب التاريخ. يعني نحسب ان ما حدث في 67 في هزيمه 65 هي في النهايه انا ما اعتبرهاش نكسه، ما اعتبرهاش معركه، لان هي اصلا معركه انت لم تخوض معركه اساسا. يعني هو كان في سوء اداره عسكريه للاحداث. اذكر ان انا كنت التقيت بالفريق امين هويدي رئيس المخابرات العامه الاسبق وكان وزير الحربيه في عهد الرئيس الراحل انور السادات. هو كان جابه بعد 67، كان وزير دفاع، التقيت به في جلسات طويله في بيته، كان يتحدث عن 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 عما حدث في 67، وان ده كان محصله لاداء عسكري هزيل في 56. يعني كان يجب ان يقوم الرئيس الراحل جنرال عبد الناصر، دي يعني لمحه تاريخيه، بتغيير المشير عبد الحكيم عامر بعد ما بدا منه من اداء عسكري متواضع ومتدني في 56. البطل في 56 هو كان شعب بورسعيد وشعب مدن القنار، وتحديدا مدينه بورسعيد اللي هي كانت في صداره العدوان الثلاثي. كان يجب ان القياده العسكريه يتم تغييرها، لكن يعني صارت الامور، ثم وصلنا الى 67، وكان هذا الاداء العسكري المتهلهل والمتراخي الذي لا يعبر عن الروح العسكريه المصريه. انا اعتقد ان ما حدث في 67 هو اعاده الشيء لاصله، هو ان مصر والعرب استعادوا واستردوا كرامتهم قبل ان يستردوا الارض. هذه مساله انا اعتبرها مساله يعني كانت مساله ليها علاقه بالكرامه، ليها مساله معنويه اكثر من مساله ماديه. النهارده احنا في ذكرى 40 سنه على حرب اكتوبر، مصر تستعيد نفسها مره اخرى من خلال طبعا يعني اشياء كثيره حصلت في الفتره اللي فاتت. كنا بنرى مش هي دي مصر اللي احنا عارفينها، يعني ليست هذه هي مصر. فالنهارده مصر تسترد نفسها مره اخرى. يعني احنا قبل 40 سنه استردنا جزء من مصر وهي سيناء، اليوم مصر تسترد نفسها مره اخرى. اليوم يسجل تنظيم الاخوان نهايته جماهيريا، القضيه ليست في حكم صادر محكمه القرار الامور المستعجله بحل جماعه الاخوان والتحافظ على مقراتها واموالها وتشكيل لجنه حكوميه لاداره الاموال والمقرات الى ذلك. النهارده يعني بدا ظاهرا من خلال اللي شفناه في الشوارع ان احنا بنتكلم خلاص، يعني انت بتتكلم في فصيل هو غير قادر ان هو يندمج في الحياه في المنظومه السياسيه. يعني النهارده مصر تحتفل بذكرى اكتوبر، انا كنت اتمنى واتخيل واتوقع او كنت اتمنى ان جماعه الاخوان وهم يعني في النهايه في مواطنون مصريون كانوا يقولوا احنا جزء من هذا العرس الشعبي، وان احنا قادرين نحتفل بحرب اكتوبر، وان احنا ننحي خلافنا. لان في النهايه حرب اكتوبر دي مساله فوق الخلاف السياسي. يعني اللي بيحب محمد مرسي بيحبه، اللي بيحب السيسي بيحبه. نحن نتحدث عن ذكرى حرب اكتوبر التي لا خلاف فيها سواء بين مؤيد ومعارض، مسيحي ومسلم، مش عارف يمين شمال. في النهايه يعني انا كنت اتمنى الا يتم تحميل الاحتفال بحرب اكتوبر بالخلاف المتعمق، الخلاف السياسي المتجذر في يعني في الارضيه المصريه، لكن للاسف الشديد يعني ابى قاده الاخوان وافرادهم الا ان يحاولوا افساد هذه المناسبه الجميله. لكن طبعا النهارده باءت كل هذه المحاولات بالفشل. النهارده الاخوان في الشارع بدوا يعني لدى الراي العام كله وكانهم شيء خارج السياق العام. مصر كلها بترفع اعلام مصر، مصر كلها بتحتفل بحرب اكتوبر. حرب اكتوبر هي اكبر من اي زعيم من اي قائد، هذه حرب الشعب المصري. الشعب المصري هو الذي سند المجهود الحربي في 73. واذكر في لقاء لي مع الدكتور عبد العيد حجازي، هو كان وزير الخزانه في مرحله يعني الست سنين من 7 سنين، اللي هو من 67 ل 74 ثم اصبح رئيس وزراء، فكان بيتحدث عن تكلفه حرب اكتوبر. يعني باعتبار ان هو كان وزير الخزانه المسؤول سنه 73، كان رئيس الراحل انور السادات هو رئيس الوزراء، كان هو رئيس الجمهوريه وقائد ويعني ورئيس الوزراء، وكان يكلف الدكتور عبد القادر حاتم بنائب اول رئيس الوزراء باداره مهام الوزاره. طبعا كان الدكتور عزيز صدقي قبليها تولى المرحله من اخر 71 لغايه اعتقد شهر 72 بالكامل، اعتقد اوائل 73. وبعدين لما يعني اديرت المعركه كان السادات هو رئيس الوزراء، وكان الدكتور عبد الحاتم هو قائم بعمل رئيس الوزراء، وكان الدكتور حجازي هو نائب رئيس الوزراء وزير الخزانه. فكان يتحدث عن التضحيات اللي قدمها الشعب المصري في تمويل المجهود الحربي. يعني بنتكلم عن تمويل كامل، حقيقه الارقام مش معايا، لكن انا يعني معايا حوار كبير معاه ممكن ابقى اجيبه في مره ثانيه،
استعرض ماذا قال الدكتور عبد العزيز الحجازي عن ميزانية حرب أكتوبر. أنا هرجع لسيادتك في موضوع المشهد الراهن، ولكن نشوف الأول بس منشطات. هو طبعا منشطات الصحف اللي هي صادرة طبعا يوم الاثنين 7 أكتوبر هي طبعا مراية أو انعكاس لما شهدته شوارع مصر اليوم. في الحقيقة أنا عايز أقول لك يا أستاذ عادل قبل ما نبتدي عرض المنشطات، يعني في العرف السياسي في العالم كله لما بيكون في تيار معين أو تنظيم معين بيعتصم أو معروف إن هو مثلا في مكان معين بيعتصم فيه، مفترض إن حرصا على سلامة الناس وحرصا على الأرواح وحرصا على الممتلكات العامة والخاصة، إن لو في فصيل آخر لو تيار آخر بيتخذ مكان آخر. يعني النهاردة لما يكون ميدان التحرير معروف، ميدان التحرير بهويته بيعتبر إن هو قلب الثورة المصرية في احتشادات بشكل معين وفي استعداد بيتم فيه. عايز أعرف طب إذا كان حتى أنصار أو أعضاء جماعة الإخوان عايزين يعني يعرب عن وجهة نظر معينة، وكنت أنا لم أكن أتمنى أن يتم تحميل الانتصار بحرب ذكرى الاحتفال بحرب أكتوبر أو بانتصار أكتوبر بالخلاف السياسي اللي موجود في الشارع، لكن على الأحوال هم حابوا يستغلوا فرصة نزول الناس في الشارع وقالوا إحنا كمان ينزل، هم أحرار ينزل، لكن إيه معنى محاولات دخول ميدان التحرير؟ طب النهاردة ماذا لو إن لم تكن قوات الشرطة أو الجيش تصدت وأحبطت محاولة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأنصار جماعة الإخوان إن هم يدخلوا ميدان التحرير؟ ماذا لو لم يكن هذا تم وكانوا دخلوا ميدان التحرير؟ أعتقد كنا يعني هنكون أمام مجزرة بشرية، مجزرة إنسانية، خسائر في كل الأحوال هي خسائر مصرية، سواء اللي هيسقط من الإخوان، إحنا مش هنفرح لو حد يموت من الإخوان، ولا نفرح إن في حد يموت من الطرف الآخر. يعني في النهاية أنا عايز أعرف يعني حتى في أبجديات أو ألف باء فكرة التظاهر، إذا كنت أنا عارف إن الأستاذ عادل بينتبه لفكر معين بيقعد في الحتة دي، خلاص ده المكان اللي أنت بتقعد فيه أنت وأنصارك، وأنا ليا فكر آخر، إيه معنى إن أنا أحاول أتحرش بيك في المكان اللي أنت موجود فيه علشان أحاول أخش أحتك؟ طب واحد رفع كلمة من هنا، التاني رد عليه بكلمة من هنا، حصلت حكايات مشاحنات، إذا نحن أمام يعني سيناريو حصل في بعض المناطق ضرب. كان النهاردة في محاولات واضحة أنا شفتها بنفسي النهاردة وأنا جاي بعربية الصبح رايح جريدة الجمهورية، وكنت معدي من فوق كوبري أكتوبر وأنا جاي من ميدان عبد المنعم رياض، كان في محاولات تحرش بمتظاهرين ميدان التحرير ومحاولات من جماعة الإخوان الذين تجمعوا من بعض أماكن منطقة وسط البلد، حاولوا يخشوا ميدان التحرير من أكثر مكان، حاولوا يخشوا من وسط البلد، حاولوا يخشوا من ميدان الدقي، قوات الأمن أقامت يعني زي كردون أمن وحاجة زي كده، لم يتمكنوا وقف في منطقة عرابي اللي هي عند جريدة الجمهورية، حوالي 4-5 آلاف واحد كانوا موجودين، في مسيرة أخرى جت من ميدان رمسيس من عند جامع الفتح انضمت إليهم، تقريبا أغلق شارع رمسيس بالكامل، تم قصف الطوب والحجارة على جريدة الجمهورية، تم تحطيم بعض زجاج الواجهة الخارجية لجريدة الجمهورية غير الألفاز. طبعا بدأت قوات الجيش وقوات الأمن تتعامل معهم بمحاولات التفريق، محاولات إطلاق صفارات الإنذار، مش عارف قنابل غاز مسيل الدموع اللي أنا شفته النهاردة، يعني أنا حتى مسجله على موبايلي، يعني أنا لقيت نفسي قدام ناس وأنا في الدور الثامن بفرج على المشهد ده، ناس مدربين كيف يتعاملوا مع قنابل غاز مسيل الدموع، يعني لما يجي واحد مثلا يتحدف القنبلة كده وطايرة كده في الهواء وجايبة الدخان معاها ووقع كده يقوم القنبلة وقع على الأرض، يعني ده لو أنا وحضرتك شفناها هنجري، يعني واحنا شفنا قنبلة غاز لا ده بيمسكها على... ده بيمسكها بجوانتي في ايده كده كيس او جوانتي يمسكها كده ويقوم هوب على... مطوحها حدفها كده بدأوا يحدفوا الكلام ده كله على دار ايتام. تخيل دار فيها ايتام، دار ايتام اللي هي بالظبط اللي هي في واجهة جريدة الجمهورية جنب شركة الصرف الصحي، دار ايتام، تخيل بقى ان دار الايتام تحولت الى ساحة لقنابل غاز مسيل الدموع طايرة كده فيها. قدر احساسك طبعا يعني انا بتعجب، طب حتى الايتام ايه علاقتهم؟ ده دي دار ايتام وما ننساش برضه دار ايتام يترمى عليكم قنابل غاز مسيل الدموع. يا اخي عايز تردها انا ما عنديش مانع، امسكها ردها رجعها مطرح ما جت يعني، لكن انت بترمي على ايتام، يعني النهارده انت قوات الجيش بترمي عليك قنابل غاز مسيل الدموع بهدف تفريق المظاهرة دي، انت عايز مع هذه طبعا ده بيوضح ان طبعا امام عناصر مدربه على تعامل هذه المسائل وعارفين ازاي يمسكوها ازاي ويحذفها ازاي، فبيحذفها حذف حوالي اكثر من 5-6 قنابل انا مصورهم عندي على الموبايل بتاعي على دار الايتام اللي هي في وش جبهه الجمهوريه. طب ايه ذنب الايتام الغلابه اللي قاعدين وهم قاعدين بيتخنقوا بالغاز المسيل الدموع؟ انا عايز اعرف يعني على اي الاحوال نبدا جولتنا اللي هي الصحافه يوم الاثنين 7 اكتوبر بجريده الدستور. الدستور يمكن تهتم ان هي بتفرد في صفحتها بالكامل يعني متابعة يعني تفصيلية لما شهدته يعني الأحداث النهاردة يوم الأحد 6 أكتوبر. بتقول الدستور قوات الجيش والشرطة تحاصر الميليشيات الإجرامية وتفشل مخططاتهم الإرهابية، البلطجية والمجرمون يديرون معارك دامية بالسلاح الأبيض والأهالي تتصدى لهم، حرب شوارع في رمسيس والدقي بين الأهالي وأنصار المعزول. أيضا ما زلنا مع الدستور في الصفحة الأولى، الداخلية تحبط مخططا إخوانيا لاقتحام ميدان التحرير. أنا كنت بقولك عليه يا أستاذ عادل إن النهاردة تم إحباطه، أنا كنت شاهد عيان على هذا المخطط وتم إحباطه لاقتحام ميدان التحرير. القبض على 600 من أنصار الرئيس المعزول، هاجموا قوات الجيش والشرطة بالمولوتوف، ضبط 54 قنبلة في مترو كلية الزراعة بحوزة 20 إرهابيا وإغلاق 3 محطات بالخط الثاني. نروح لصفحة 3 في جريدة الدستور، أيضا المنشط الرئيسي بيقول الشعب يتحدى إرهاب الإخوان ويحتفل بذكرى نصر أكتوبر، الملايين يرفعون أعلام مصر وصور السيسي في مشاهد احتفالية بالميادين،
ايضا الدستور بيطلق الضوء على المشهد من يعني من من البعد العربي. الصحف العربيه في ذكرى الناصر بتقول 6 اكتوبر علامه مضيئه في تاريخ الجنديه العربيه. صحيفه الخليج الاماراتيه بتقول الجيشان المصري والسوري خاض معارك بطوليه. وعمان بتقول يحق للعرب ان يفخروا بالعسكريه المصريه. وايضا في الدستور المحافظات احتفلت بنصر اكتوبر والسيسي، الاحتفال استفتاء على شعبيه الجيش ودليل على كراهيه المصريين للاخوان. في الحقيقه ايضا جريده الاهرام يمكن بتهتم بالمشاهد الاحتفاليه اللي كانت يعني اشادات يعني مصر وخلال سؤال القاهره والمحافظات. بتقول مصر في المشهد الرئيسي الاهرام مصر تستعيد روح اكتوبر، هتافات مؤيده للجيش بالمحافظات وعروض جويه وبحريه والاعلام وصور ابطال الناصر تتصدر الاحتفالات. والوفد في الصفحة الأولى، الوفد بتقول لا مكان للمخربين في ميادين الانتصار، الإخوان فشلوا في اقتحام التحرير والنهضة ورابعة وسط المحتفلين، والدقي ساحة قتال عنيف والأمن يفرق مسيرة الجماعة بقنابل الغاز وطلقات الصوت. ننتقل للمصر اليوم، أيضا المصر اليوم بتتحدث عن نفس الموضوع، بتقول الشعب يحتفل والإخوان يخربون، مئات الألاف في ميادين القاهرة والمحافظات يحيون ذكرى الانتصار في 6 أكتوبر. رفع علم مصر والمنصات تردد الأغاني الوطنية وإجراءات أمنية مشددة لحماية المتظاهرين وعروض جوية لطائرات الجيش. اليوم السابع أيضا الصف بتحتفي بهذا المشهد، يعني بطول الصفحة الأولى كلها بتقول الشعب يحتفل بالنصر والإخوان يتآمرون على مصر. أعتقد يعني حتى كل الجرائد تقريبا بتوضح النهاردة أن كان في شيء خارج السياق، يعني احنا النهاردة بنحتفل بمناسبة ذكرى 73، دي مناسبة وطنية مفروض هي تجمعنا كلنا كمصريين نجتمع تحت مظلتها، لكن يبدو ان كان اريد لهذه المناسبة ان هي تكون فرصة لاستعراض العضلات في الشارع، فرصة لإراقة مزيد بالدماء. والنهاردة وزارة الصحة بتقول عن سقوط 15 قتيل، النهاردة حصيلة الاشتباكات النهاردة 15 قتيل و83 مصابا. وبتقول اليوم السابع الجماعة فشلت في تفجير مترو الانفاق. يعني طب هل النهاردة يا استاذ عادل لما نيجي نتكلم، وحضرتك يعني شاركني في يعني التفكير في هذا الامر، لما نيجي نتكلم النهارده عن ان هيجي واحد يقول لك طب ما هي جماعه الاخوان جزء من الطيف السياسي اللي موجود دايما، يعني التيار الاسلامي في اي مجتمع من مجتمعاتنا هو جزء من مكون الوان الطيف الموجوده، زي ما عندك في يساري وفي ماركسي في اسلامي وفي ليبرالي في النص، هم دول يعني الالوان الثلاثه، الوان الطيف الثلاثه في العمل السياسي. طب النهارده باي حال سيعود الاخوان الى المشهد، مش هقول صداره المشهد رغم ان هم كانوا يتصدروا في مرحله ومراحل، يعني باي حال النهارده يستطيع الاخوان ان هم يعودوا الى جسد هذا الوطن بعد ما يكون فيه خبر عن محاوله تفجير مترو الانفاق، عن ضبط قنابل في مترو الانفاق. طب ايه ذنب المواطنين الامنيين؟ ايه ذنب النهارده عربيه؟ النهارده انا شفت كم عربيات النهارده شارع رمسيس تم تدميرها قصاد مبنى جريده الجمهوريه، عربيات يعني انا حزنت حتى عربيات جديده يعني حديثه يتم تدمير العربيات دي كلها، يتم كسر جهاز العربيه واتفتحت العربيه تقريبا السرق كل حاجه في العربيه، تقريبا كل حاجه البطاريه ما سابوش فيها بوجيه حتى، وبعدين في كل بعد كده العربيه نفسها اتشالت، يعني العربيه اتفتحت وبعد كده العربيه بدون العربيه كلها اتاخدت على بعضها يعني. طب يعني هل ده وسيله للتعبير عن الخلاف السياسي؟ يعني هو ده السؤال، يعني النهارده نختلف سياسي من حال، اللي عايز يختلف مع سياسي يختلف، اللي عايز يقول مرسي رئيس الشرع ويتكلم هو حر في النهايه، ده رايه السياسي، انا لا اقصد على رايه السياسي. لكن النهارده ايه معنى وايه قيمه الدافع انك انت اذا كان ده مصحوب بعمليات اعتداء وتخريب لمنشات عامه او منشات خاصه، يعني منشات عامه مملوكه للدوله او ملكيات خاصه مملوكه لعربيتك بيتك شيء من هذا القبيل، يعني النهارده بنقول جماعه فشل في تجميع مترو الانفاق. النهارده لما يشعر مستخدمو مترو الانفاق بان هم كانوا مرصودين النهارده او محل استهداف لعمليه تخريبيه وتفجيرات وما الى ذلك، يعني هل النهارده متصور ان الشعب هيتعاطف مع جماعه الاخوان؟ اعتقد النهارده ان احداث اليوم اثبتت ان حظر الاخوان لم يكن يعني تجاوز حكم المحكمه، وعن حكم المحكمه ده مش من نوع ده، احنا النهارده بنتكلم من 48 اغتيال احمد الخزندار باشا بعد ما ادان الاخوان في حادث استفجار سينا مترو، ثم اغتيال محمود فهمي النقراشي وصدور قرار بحل الجماعه، ثم 54 مجلس قياده الثوره لما اختلفوا وحادث المنشيه، وبعدين صدر قرار حل الاخوان، ثم قضيه سنه 77 لما رفع عمر التلمساني المرشد الرابع لجماعه الاخوان، ثم فضل القضيه دي تتمرجع في المحاكم كده 15 سنه من سنه 77 لسنه 92 لما المحكمه قالت لا انا مش معنيه، ثم كثير من عمليات التضييق الى ان وصلنا الى الحكم الصادر يوم 22 سبتمبر الماضي بحل او بحظر جماعه الاخوان وتجبيد نشاطها واموالها والتحفظ والكلام ده كله. اعتقد ما نحن بصدد الان يتجاوز اي قرار سياسي، يتجاوز اي قرار المحكمه، هذا حظر شعبي لجماعه الاخوان بعد كل ما بدا منها من انها تستهدف المواطن المصري في امنه وفي سلامته وفي منشاته العامه ومنشاته الخاصه وما الى ذلك. يعني ما زلنا مع اليوم السابع، بتقول برضه احتفالات التحرير والاتحاديه والمحافظات والاخوان يشتبكون مع الامن في الدقي ورمسيس، اعضاء التنظيم يحاولون اقتحام مركز دلجه ويرفعون الاحذيه ومقتل واصابه 100 في الاشتباكات.
حمدين صباح يهني الشعب المصري بيقول نقابل كل يد شاركت في الحرب، وعمرو موسى بيقول مصر تخوض معركة ضد الإرهاب وسنكتب دستور الثورة، ومبارك غاضب حسن مبارك غاضب من تجاهله في احتفالات ذكرى النصر، وإسرائيل تعترف لأول مرة بهزيماتها الساحقة أمام الجيش المصري. الحقيقة بخصوص موضوع مبارك، أنا كان معايا خبر كنت قريته في جريدة الوفد، أعتقد هو كان منشور يعني في الحقيقة في ناس اهتموا بيه كتير، بيقول بيقولوا إن في حركة معارضة في البحرين، حركة ثورة 14 فبراير دي حركة معارضة في المنامة في البحرين، بيقولوا إن ملك البحرين زار مبارك في المستشفى من كام يوم، ملك البحرين الملك حمد الشيخ حمد بن عيسى بيقولوا إن هو راح زار حسن مبارك في مستشفى المعادي هنا، جه هنا مصر في زيارة سرية ودخل في لابس كده ترين كده الجماعة بتوع الملابس الرياضيين دية، وتم يعني دخل مستشفى المعادي العسكري متخفيا في واحد لابس ترنج كده مش شكل بقى واحد ملك لابس العقال والجلابيه بتاعته ولا العبايه ولا الكلام ده كله، داخل في صوره واحد زي مثلا لابسين مثلا بدله، حضرتك لابس بدله وكرافته ممكن يلبس بدله وكرافته ويخش محدش يعرفه، وراح التقى بحسن مبارك وقعد معاه في مستشفى المعادي لمده 90 دقيقه. وابن عيسى قام بالزياره خوفا من تهديد سوزان ان هي كانت بتهدد بان في حاله عدم وقوف الانظمه العربيه او الانظمه الخليجيه مع حسن مبارك فان مبارك لديه من الاسرار وسيتم فتح يعني الفضائح الجنسيه لبعض الملوك والامراء يعني العرب. وفي الحقيقه من ضمن الحاجات الخطيره ده اللي يهمنا، مش هيهمنا بقى الفضائح الشخصيه والمقاله ذلك، الشيء الخطير بيقول ان الحركه اللي هي حركه 14 فبراير دي كشفت ان زياره ملك البحرين تاتي لمتابعه تدبير المستندات. هذه الزياره اللي قام بها ملك البحرين واللي انا بتعجب له ازاي السلطات المصريه سمحت بهذا، يعني في الحقيقه يعني خبر نشر منشط كامل على مساحه 6 عمود منشور في جورنال النهارده الوفد النهارده 6 اكتوبر ولم يصدر اي رد فعل رسمي، وكاننا انا مش فاهم يعني. بيقول ان هدف زياره تدوير المستندات الماليه الكبيره التي تقدر بمليارات الدولارات والمسكوكات الذهبيه المتعلقه بمبارك وعائلته، حيث تم التوقيع عليها من قبل التحريك من حسابات السابقه الى حسابات مطمئنه. يعني في حسابات الحس بركه طبعا ماضي على تعهد في كذب غير مشروع بثلاث لغات بالعربي والانجليزي والفرنساوي، التعهد ده ماضي عليه ان هو موافق على كشف اي حسابات مصرفيه سواء في مصر او في الخارج بحيث يقدر جهاز كذب غير مشروع يقدمها لاي اجهزه قضائيه اذا كان في تعاون مع اجهزه معينه، ان الراجل ماضي واكشفونا على الحسابات. فالنهارده بقى بيتم تحريك حسابات مبارك بالتعاون مع ملك البحرين الى حسابات اخرى امنه او مطمئنه، لن تتمكن اجهزه الدوله المصريه من ضبط هذه الحسابات لكي يسترجعها القضاء الخزانة المصرية. وحذرت الحركة من تبعات الزيز وقالت إنه ربما يكون هناك صفقة دبرت خيوطها وراء الكواليس وفي أروقة واشنطن وتل أبيب وهناك شأن خفية أنه حاج ضد الشريف خلاص أصدره 25 يوم. حقيقة أنا عايز أعرف إيه موضوع الزيارة، خبر خطير نشر اليوم لم يكن هناك اي رد فعل رسمي. طب اذا كنتوا النهارده يا جماعه بتتكلموا عن عايزين نسترد الاموال المنهوبه والمسروقات ومش عارف ما الى ذلك، ويبقى الكلام كله واضح ان هناك الكثير من مرحله مبارك ومن اموال هذا الشعب المنهوبه في الحقيقه اللي ما حدش يعرف عنها حاجه. وبعدين ملك البحرين جاي زياره، لا طب ما هو مبارك لما كان قايل في التسجيل بتاعه قال اليوم السبع قال لك ان السعوديه عرضت تدفع 6 مليار دولار وكان لا انا ما عنديش مشكله ان مبارك يطلق سراحه ويخلى سبيله لاي اعتبار لا يأسوا، هو بقى معه وسام الشرف ونجمة الشرف اللي كان اديها له انور السادات يوم 5 اكتوبر من ضمن الاسرار اللي محدش يعرفها ان الرئيس راح انور السادات يوم 5 اكتوبر قبل حرب 6 اكتوبر منح كل قاده القوات المسلحه هم القاده الكبار حاجه اسمها وسام نجمة الشرف، وسام نجمة الشرف يمنح حامله او الحاصل عليه حصانه خاصه من المساله السياسيه. كان هدف الرئيس الراحل انور السادات من هذا هو ان هو يدي رساله طمانينه لقاده حرب اكتوبر بان كنتوا خذوا الحرب وانتم مطمئنين نفسيا ما تخافوش ايا كانت النتيجه انتم ستكونون بمأمن عن اي مراهقه سياسيه ايا كانت نتيجه الحرب. منحها لحسن مبارك والمشير احمد اسماعيل وغيره وغيره وغير الكلام ده كله. فحسن مبارك منح وسام نجمه الشرف، وهذه النجمه دي غير نجمه سينا، نجمه سينا حصل عليها حوالي 66 واحد في تاريخ منذ ان انشات نجمه سينا. نجمه سينا لها مستحقات ماليه 20000 جنيه في الشهر، نجمه الشرف بتدي 20000 جنيه في الشهر، يعني لو واحد واخد النجمتين له مستحقات في الدوله 40000 جنيه في الشهر، ويتم توريثها يعني في حاله وفاه حامل هذه النجمه واولاده واحفاده يتوارثوا المخصص المالي اللي الدوله بتخصصه ليه. فالنهارده طيب انا ما عنديش مشكله ان مبارك يخلى سبيله ويخلى سبيله ويعيش حياه طبيعيه يعني باجراءات معينه برضه عشان ما يعملش نوع من الفتنه في المجتمع، سواء بنجمه الشرف اللي هو حصل عليها لتاريخه العسكري لاي اعتبار، لكن فانا يعني مصلحه الشعب المصري يعني اذا كان اذا صح ما قراه حسن مبارك في ان السعوديه عرضت 6 مليار دولار في سبيل اخلاء سبيل حسن مبارك مع الف سلام، هات 6 مليار دولار واخلى سبيله، لكن واضح ان في فعلا اموال منهوبه
وان راجل ملك البحرين جاي يقعد مع حسني مبارك عشان يبحثوا ازاي تدوير المستندات واخفاء الحسابات دي، مش عارف من الحسابات الخاصه لحسابات مطمئنه، وفي مسكوكات ذهبيه، ده واضح ان في سبائك وفي حاجات معانا لا احد يعلم عنها شيئا. ويبدو ان اسرار قاده الخليج اللي هي يعني موجوده عند حسني مبارك واسرار مبارك اللي موجوده عندهم في علامه استفهام مطلوب ان هي يعني يتم كشفها. ننتقل لصحيفه الوطن في الصفحه الاولى. الوطن ايضا تتحدث او بتلخص بقى اجمالي المشهد اللي حصل النهارده، بتقول نهايه الاخوان في يوم هزيمه اسرائيل، عشرات القتلى والمصابين، والمحظوره تطلق الرصاص الحي، والاهالي يحبطون اقتحام التحرير. بتقول الوطن في نفس اليوم الذي خرجت فيه حشود الشعب المصري للاحتفال بذكرى الأربعين للانتصار على إسرائيل في حرب أكتوبر، انطلقت ميليشيات تنظيم الإخوان تمارس الإرهاب في الشوارع، وإن قوات المسلحة أحبطت مخططين لمقتحم ميدان التحرير، وألقت القبض على 350 من أعضاء جماعة الإخوان، في 350 تم القبض عليهم، منهم 170 واحد أثناء الشبكات بالخرطوش مع قوات الأمن. وطبعا ده تم في مناطق كورنيش النيل والتحرير ورمسيس والملك الصالح، وإن حصيلة القتل الشبكات اليوم 15 قتيل و83 مصاب في المواجهات التي دارت بين الإخوان والأهالي بالقاهرة والمحافظات. وده كان ملفين الأول النهارده، هو ملف نهايه الاخوان جماهيريا. في الحقيقه لا، ده لسه ملف ما خلصش، ده واضح ان الجرايد فيها، انا مش عارف، انا بس بعرض بسرعه عشان وقت الحلقه. الدستور في الصفحه الثالثه بتتكلم عن شرطه النقل والمواصلات، بتقول ان احنا لن نترك من يتلاعبون بارواح ركاب المترو. في صفحه 4 جريده الدستور بتقول اعلام مصر تكسو مؤسسات الدوله في ذكرى النصر، والقوى السياسيه والحزبيه تحتفل بنصر اكتوبر وتؤيد الجيش في حرب ضد الارهاب، وقائد الجيش الثالث يتفقد المستشفى العسكري بالسويس. والوطن في الصفحة الثالثة بتتكلم عن المصريين في الخارج، وبتقول المصريون بالخارج يهزمون الإخوان في احتفالات النصر أمام السفارات، وبتقول إن في عدد كبير من يعني أفراد الجاليات المصرية في الخارج احتفلوا بذكرى نصر أكتوبر أمام السفارات وأمام القنصليات العامة والقنصليات العسكرية في أوروبا. طبعا على الجانب الآخر في مجموعة أخرى من أنصار تنظيم الإخوان في الخارج تعمدوا تنظيم مظاهراتهم في نفس المكان اللي المصريين بيحتفلوا به بذكرى أكتوبر بهدف إفساد هذه الاحتفالات. في نفس المكان، انا الحقيقه انا مش عارف اذا كنت عايز تحتفل او عايز صعب على رايك يا سيدي، خد لك مكان تاني يعني، درءا لاي مخاطر، درءا لاي اشتباكات. هو محاوله التنظيم الدولي تفشل في افساد مظاهرات باريس وواشنطن وستوكهولم ولندن. وايضا في الوطن الحكومه تحتفل بالسيسي، والدكتور محمود المنصور وزير التربيه والتعليم احتفل مع حوالي 1000 من الطلاب في حديقه الازهر بهذه الاحتفالات، ورفعوا علم مصر بطول 24 متر وصوره للفريق السيسي. وفي المستشار محمد عزت عاجو ومحافظ كفر الشيخ وقع على استمارة ترشيح السيسي رئيسا، وبيقول ان انا اوقع على هذه الاستمارة بصفتي مواطنا لا محافظا. وعناصر من قوات الصعقة اللي هي الفرقة 32 قوات الصعقة في السويس يكتبون اسم القائد العام لفرقة عبد الفتاح السيسي بدمائهم على علم مصر. ونروح للوردة في الصفحة الاولى، ايضا الوردة بتقول الاخوان فشل، صفحة 3 عفوا، الاخوان فشلوا في اقتحام ميادين النصر. يعني اعتقد يعني ما فيش حد بقى له مصلحه ان هو يفترى او يتجنى يعني، او ان حد يقول له ده تقريبا كل الجرايد تقريبا كلها اكنها نفس واحد بق واحد اكنها حاجه واحده. الاخوان فشلوا في اقتحام ميادين النصر، الامن يحبط محاولات التسلل الى التحرير والنهضه، ورابعه الافساد الاحتفالات والقبض على عناصر ترتدي شعارات الجماعه وتحاول الاندساس بين المحتفلين لاثاره الفوضى واحباط وصول مسيره اخوانيه الى التحرير عن طريق الدقي. اتباع الجماعه يهاجمون الوفد، وقوات الجيش تفركهم بالقنابل المسيله للدموع، وصور تذكاريه وورود بمحيط الاتحاد مع جنود الجيش. وحمله ترشيح السيسي تجمع عشرات الالاف من التوقعات في التحرير، وشايب الميدان بيقول للفريق استجبنا لك بالتفويض فاستجبنا بالتكليف. يعني احنا استجبنا لك بالتفويض لما تطلب، احنا نزل 23/7 لتفويض الجيش لمحاربه الارهاب، فانت بقى تستجب لنا بالتكليف ان احنا بنكلفك بايه، بنكلفك يعني انك انت تترشح. نروح ايضا نعود مره اخرى للدستور صفحه 5، بتقول احتفالات اكتوبر تحولت الى كرنفال. بالمناسبه الحديث عن فريق السيسي، احتفالات اكتوبر تحولت الى كرنفال لدعم السيسي، ده في الدستور. وايضا القبض على عدد من قيادات الاخوان بالمحافظات بتهم التحريض على العنف، وهتافات تأييد للجيش والسيسي تهز ميادين الثوره في المحافظات، والمصريين يرفعون صور الفريق، واغنيه تسلم الايادي تتصدر المشهد، والشعب والشرطه ايد واحده ضد ارهاب الاخوان، عروض عسكريه للقوات البحريه على الكورديش، وطائرات تشارك اهالي الاسكندريه الاحتفالات، الازهر يهنئ الشعب والجيش بانتصارات اكتوبر المجيده، وينفي حب مصر احتفاليه كبرى لوزاره التعليم. وزير الزراعه بيقول اللي هو المهندس ايمن فريد ابو حديد بيقول ان الجيش قدم اروع الامثله بحسب ما بتقول صحيفه الدستور صفحتها 5. المصر اليوم في الحقيقه بتهتم ايضا، بتنشر خبر عن احتفال اسره الرئيس الراحل انور السادات بذكرى، يعني طبعا هي ذكرى 6 اكتوبر هي تقريبا نفس الذكرى اللي هي اغتيال السادات. فبتقول جيهان السادات تطالب المواطنين من امام قبره بدعم الجيش،
مواطن قال لها أخيرا ارتاح في قبره بعد زوال غمة الإخوان، وآخر بيقول إن الجماعة قللت قيمة النصر. على الأحوال ده يعني طبعا ده احتفال أسرة الرئيس الراحل أنس السادات بالذكرى الـ 32 لاغتياله في يوم 6 أكتوبر 81. لكن يعني في الحقيقة برضو في نقطة برضو يعني لمحة تاريخية، اللي بيقولك أصل روح الرئيس السادات بترتاح في ذكرى مش عارف في ذكرى زوال غمة الإخوان. أولا هي الإخوان لسه لم يزولوا في الشارع، الإخوان موجودين في الشارع وده طيار موجود بشكل معين. فكرة زوال الإخوان أو إن إحنا زوال الفكر ده مسألة محتاجة جهد كبير جدا. المسألة مش بالبساطة إن إحنا مثلا خبط مش عارف قنبلة غاز مسيل الدموع أو خرطوش أو ما إلى ذلك، المسألة أكبر من كده. دي نقطة. النقطة الثانية، ما لا يعلمه كثير من الناس أن انتشار الفكر أو فكر جماعة الإخوان مثلا هي التنظيم الأم لكل تيارات الإسلام السياسي، الرئيس أنور السادات هو المسؤول عنه. ما نحن فيه الآن هو كان بسبب لعبة الموائمات التي دفع سادات حياته ثمنها. يعني النهاردة لما حب سادات إن هو زي ما بيقول الهيكل إن هو حب يمشي على تاريخ عبد الناصر بأسيكة، كل ما فعل عبد الناصر يمشي بأن هو يحاول يعمل نوع من تعويض الجرعة يعني اليسارية أو المركزية في الجامعات وما إلى ذلك، تم دعم الشباب الجامعات الإسلامية في أسيوط وفي الصعيد وفي غيره وفي جامعة القاهرة وكثير يعني طبعا والتاريخ يسجل ذلك. وأنا التقيت بالدكتور محمود جامع وهو كان معاه محمد عثمان اسماعيل اللي هو كان محافظ اسيوط وكان هو المحافظ الوحيد اللي بيدور اللي اخذ رتبه وزير في مجلس المحافظين، والاثنين شاركوا في جريمه دعم التنظيمات الاسلاميه اللي في النهايه السادات دفع ثمنها. يعني هو السادات كان حاول ان هو احنا لا نقلل طبعا من نصر اكتوبر والخطوه القرار الجريء اللي اخذه السادات، لكن في النهايه يعني ثبت من خلال يعني دروس التاريخ ان لعبه التوازنات دي لعبه ده زي اللي بيلعب بالنار بالظبط، زي اللي بيربي تعبان في بيته. يعني فانت هو تعبان صغير فانت مربيه في ده الله ده شكله جميل وناعم وحلو، لكن هذا التعبان مسيره هيكبر لغايه ما يوصل لمرحله معينه هيعضك وممكن ياكلك مليون في الميه. بالظبط يعني هي بالظبط انا اعتبر انا ما فعله السادات في علاقته مع جماعه هو دايما اصل السادات ما تيجي نشوف حتى بحكم نشأته هو نشأ اساسيه معقده، كان في الجيش وترفى من الجيش وكان مع الجماعه الالمان ومش عارف وكذا واتهم بكذا وخرج ورجع يعني فيعني واشتغل تبع العربيه ومش عارف وحصل كذا واتسجن في قضيه امين عثمان ومحاوله اغتيال امين عثمان اللي هو لا باغتياله بالفعل اللي هو كان محافظ القاهره او كان يعني لما قال ان عراقه مصر ببريطانيا كزوج الكاثوليكي، وطبعا مصير بريطانيا دي قوه احتلال بالنسبه لك، فازاي يجي امين عثمان يقول لك ان مصر بريطانيا هي عراقه زواج كاثوليكي؟ طبعا يعني يعتبر ان هذا خيانه وان خائن امين عثمان وكان لابد من اغتياله، وتم اغتياله بمعرفه اعتقد تنظيم مصر الفتاه، وان السادات بشكل او باخر بحكم ان هو كان مشارك او له علاقه بالجماعات دي كلها، وهو حتى كان بيقوم بدور قبل الثوره هو يعني عين تنظيم الضباط الحار على القصر وعين القصر، يعني كان له كده نشاه سياسيه معقده شويه. فهو السادات لعب لعبه كده زي اللي بيلعب مع تعبان، فانت مش عارف انك تلعب مع تعبان، التعبان هيعضك، تلعب بالنار النار هتحرقك، هذا هو ما حدث بالظبط. يعني فاللي جايين يقول اصل السادات بقى روحوا تهدا وروحوا تهنا والكلام ده كله، لا اطلاقا اطلاقا. الجرعه اللي احنا شايفينها النهارده في الشارع والكوارث الدستوريه اللي احنا النهارده بنتكلم فيها في الماده الثانيه وفي غيره وفي غيره وفي غيره، ما فعله هو ما فعله انور السادات. صحيح الواحد يقول لك اصل الماده الثانيه في الدستور بتقول ان الاسلام دين الدوله كانت موجوده من الدستور 23، انا معاه، وما كانش الماده الثانيه كانت الماده الخامسه، ما تيجي نشوف الدستور 23 كانت الماده الخامسه وكانت موجوده، بس لم تكن بهذا الشكل وبهذه الروح الاقصائيه. النهارده جاي الرئيس عادل منصور يقول لك ايه اصل ما فيش مش عارف روح المواطن، لا نحن ابعد ما نكون عن روح المواطن، ما حدش بقى يقنع ان روح مواطن في مصر. النهارده لو تقبل المسيحي شهاده في اي قضايا في المحاكم، النهارده ما تيجي انت عايز مثلا في محكمه عايز تاخد واحد تاخد واحد شاهد مسيحي، المحاكم تضرب عرض الحائط بشهاده المسيح على اعتبار ان هذا مواطن ناقص حته مواطن الا قليلا، واخد بالك؟ فانت لا شهاده تاخدها من المحكمه ومحكمه تاخدها وتضرب عرض الحائط والقاضي له سلطه تقديريه بغض النظر حتى هو ان هو يهدر اي شهاده لا يطمئن لهذه الشهاده. لا يعني في كلام كتير يعني الكلام ده معمول بيه حتى يومنا هذا طبعا حتى يومنا هذا. ومين يقدر يقول النهارده ان المسيحي مواطن في الدوله؟ تقدر تقول لا مش مواطن في الدوله، والنهارده تقدر تبني كنيسه؟ لما جايين النهارده يقول لك ايه اصل كنت مره قاعد فبيقول لك اصل اسقف المانيا الانبا مكاريوس اللي ضرب عليه النهارده اهو اثناء الحفل بتاع اللي كانوا عايزين يعملوا الحفل بتاع ده الصلح العرفي اللي عايزين يعملوه، اصل فيه واد ضرب بنت على وشها فحكموا عليه بغرامه 150 الف جنيه وطرد من القريه ومش قدر ده هو واسرته وعيلته اللي جابوه وكل اللي من ناحيته يعني، فطبعا كان شروط مكحفه فضرب على الراجل نار، واخد بالك؟ يقول لك بقى ايه شوف من ضمن الاكاذيب والاختراعات والتلفيق يقوم يقول لك اصل كانوا المسيحيين عايزين يعملوا كنيسه. طب يا سيدي ماشي، ورغم ان ده مش صح، يعني رغم ان ده مش صح فين الكنيسه دي؟ ده كانت حفله مش عارف ولا قاعده عرفيه عشان يصرحوا فيها الناس على بعضها. طب فلنفرض حتى يعني جدلا فلنفرض جدلا ان المسيحيين عايزين يعملوا كنيسه في اي قريه، هو مش دول مواطنين من حقهم يكون ليهم كنيسه؟ يعني انا اعلم انا كنت في عزة في احدى القرى بدون ذكر اسمها يعني علشان حساسيات معينه في الوضع الداخلي في قريه كامله يعني بينها وبين قريه ثانيه حوالي حاجه 5-6 كيلو،
واخد بالك، وفيها عدد كبير من المسيحيين، وفي حواليها برضه شويه تجمعات كده كره صغيره فيها مسيحيين، بيضطروا النهارده ما كانش الكنيسه بعت لهم اتوبيس عشان يروح يجيبهم من القريه ده عشان يجي يصلوا يحضروا القداس يوم الجمعه وبعد كده المدارس الاحد وما الى ذلك، ما بيجوش. طب صح بيعرفوا يتمشوها ال 5 6 كيلو ده ويركبوا عجل واتوبيسات وموتوسيكلات مثلا في جو كويس، طب ماذا لو في الشتاء؟ النهارده انت عارف في الريف ان الشتاء ده يعني الدنيا تبقى احلى، مش بنتكلم في طرق ومهاده يعني تبقى الوحله واحلى يعني الناس ما تعرفش تصلي. فانا ماشي مع يعني كان معايا والدي واخويا ومعانا احد يعني الاصدقاء يعني، فقلت يا اخوانا ليه ما يبنيش كنيسه في البلد دي؟ يعني ايه المشكله؟ يعني بلد فيها مثلا 20 30 بيت، 20 30 بيت يعني بتتكلم في حوالي مش اقل 150 200 200 200 بني ادم في البلد دي مسيح، 200 مواطن مسيحي، واخد بالك؟ ده غير البلاد اللي حواليها برضه في حواليها. طب ليه ما تعملوش كنيسه في المكان ده؟ ما المشكله؟ فكر النهارده كده انك انت تقول بس اخد بتاع واعمل كنيسه، هتولع عليك الدنيا ومفيش حد، وهتلاقي اللي يبيع ويشتري فيك واللي يبتزك واجهزه الدوله هتبتزك وتلعبك يعني وتخش في مساومات، ده اذا اصلا يعني قدر ليك ان انت ممكن تكون على قيد الحياه ان لم تتعرض بقى لاي محاوله ارهابيه زي ما حصل في الناس بتوع اسكندريه اللي ماتوا. ثلاث اخوات اللي كانوا ليهم حته ارض بيصوروها ولا معرفش بيبنوا عليها ايه، واخد بالك؟ طلعت جم ناس بعربيه تويوتا بيضه تك 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 موتوا اثنين ثلاثه منهم، ويقول لك اصل كانوا بيبنوا كنيسه. طب يا عم يعني طبعا الموضوع يعني للاسف يعني طبعا يعني مساله فكره النهارده احنا نتكلم في موضوع يعني في مفهوم المواطنه دي مساله بعيده شويه. في الحقيقه عندنا ملف ثاني في حلقه النهارده استاذ عادل، موضوع سينا. طبعا سينا النهارده انا كنت اتمنى ان تتمكن القوات المسلحه يعني في ذكرى 6 اكتوبر ان تعلن سيناء خاليه من الارهاب، لكن يبدو ايضا ان سيناء ما زال امامنا الكثير حتى يعني نقول ان سينا يعني تم التخلص من بؤر الارهاب اللي فيها. ما زال الارهاب في سينا موجود بشكل يعني الحقيقه بشكل برضه يعني في حاجه لجهد كبير. انا الحقيقه مش عارف، طب النهارده المجندين اللي كل شويه بيموتوا في سينا، طب هم رايحين يعملوا في سينا؟ يعني طبعا ده مجند بيلبي الخدمه الوطنيه بتاعته او الجيش والكلام ده كله. انا اعتقد ان ما يحدث في سينا هو في حاجه الى مواجهه حاسمه، يعني منطقه جبل الحلال، وانا لي احد اقارب اصيف في جبل الحلال ضمن حادثه كبيره، ابن خالتي كان موجود في مجند هناك في سينا في جبل في كتيبه 101، يعني انا مش يعني المفروض ما اقولش الارقام، لكن موجود في كتيبه معينه هناك تبع حرس الحدود، وحصل ضرب ماتوا 3 مجندين وفي حوالي 9 اصيبوا، من ضمنهم قريب ده هو 9 اصيبوا وتركب له شريحه فيديو الكلام ده كله. انا اعتقد دي منطقه محتاجه الى حسم، محتاجين يكون في حسم عسكري، نقول جبل الحلال وجبل الحرام وجبل معرفش الكلام ده كله، ده مطلوب الطيران المصري يخش ينظف المنطقه دي. يعني دي مساله مش محتاجه العمليات بريه، وانك انت تبعت لي واحد مجند غلبان واقف لا حول له ولا قوه واقف في الطل كده واحد جاله من وراه امترك ضربه وجري، واخد بالك؟ يعني المساله لا تتجاوز المساله دي كلها. يعني انا مقدر ان الجيش المصري يعني بيتعامل مع المساله ان هو مش عايز يكون في خسائر بشريه او عايز يكون الخسائر البشريه تكون في الحد الادنى ليها، مش عايز الناس ابرياء يموتوا، ده كل ده شيء جميل، لكن في النهايه انا بتحدث عن قضيه امن قومي، اتحدث عن خلايا سرطانيه وخلايا وخفافيش وعناكب مع شاشه في سينا. طب انا هستنى ايه؟ يعني انا كل شويه جنود بيموتوا، يعني النهارده مثلا اهو في جريده الدستور في الصفحه الثالثه استشهاد امين شرطه في هجوم ارهابي على اسم ثالث، اهو استشهاد امين شرطه في هجوم ارهابي على اسم ثالث العريش، وحرس الحدود تطبط 5 قواذف صواريخ برفع، 5 قواذف صواريخ، 5 قواذف مش صواريخ، ده اللي هي المنصات اللي تضرب الصواريخ. ادي جريده الدستور في جريده الوطن صفحه 3 الجيش الوطن صفحه 3 الجيش يجهض مخططات ارهابيه لتفجيرات انتحاريه في سيناء. الجيش اهو ادي جريده الوطن ضبط 3 سيارات محمله بعبوات ناسفه و50 سودانيا واريتريا وليبيا مسلحا واعتقال 80 مطلوبه. ادي زي ما بتقول جريده الوطن. نشوف في جريده الوفد ايضا في الصفحه الثالثه في الوفد ضبط 10 عبوات ناسفه و5 قواذف صواريخ في سيناء واحباط تفجير قنبله يدويه في العاشر من رمضان. المصر اليوم في صفحه 3 انا بس يعني احنا بنصار كده عناوين الجرايد. المصر اليوم ايضا في الصفحه الثالثه المصري اليوم استشهاد شرطي وتدمير اربع منازل وضبط 10 عبوات ناسفه و5 قواذف صواريخ في سيناء، تقريبا هو نفس الموضوع. ضبط عشرات المطلوبين والمسلحون يهاجمون استراحه الجيش بالعريش. في الحقيقه يعني الوضع في سيناء وضع مؤسف ومحزن ومخزي. المساله النهارده انا يعني ده رايي، انا طبعا مش راجل عسكري لكن انا ليا وجهه نظر معينه. سيناء فيها اماكن في حاجه لاباده شامله، اباده كامله. يعني انا بس قاعد في جبل الحلال، جبل الحلال ده ايه؟ جبل الحلال ده 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 ده, ده اوقار وكهوف وديان وحاجات كده، دي منطقه لازم يتم التخلص منها تماما، يتم التخلص منها كليه. لا معنى انك انت تبعت لجنود قاعدين اللي مش عارف في رفح، قاعدين اللي في جبل الحلال، قاعدين في جبل الحرام، قاعدين اللي مش عارف فين، وقاعد كده منه للسماء وهو نصيبه بقى مش عارف الضرب جاي له منين. دي مسائل اعتقد ان احنا يعني يجب ان يكون في يعني مش عايز اقول نوع من الشده لكن في نوع من الحسم في التعامل. يعني في الحقيقه استاذ عادل في جريده المصر اليوم الاستاذ الكاتب الكبير الصديق العزيز طبعا الاستاذ ياسر رزق رئيس تحرير مصر اليوم، وهو انفرد في عدد المصر اليوم في عدد الصدر يوم 7 اكتوبر باجراء اول حوار من نوعه
مع الفريق الاول عبد الفتاح السيسي. الحقيقه طبعا ده حوار مهم جدا، هو ده منشور الجزء الاول منه. الصفحه الاولى بيقول ان السيسي الفريق السيسي بيقول الاستاذ ياسر رزق كان يفصلنا عن الحرب الاهليه شهرين، يعني كان طبقا لما هو الحسابات ايام في اخر ايام مرسي كان بينه وبين الحرب الاهليه حوالي شهرين. ويقول الفريق السيسي ادركت مبكرا ان مرسي لا يريد ان يكون رئيسا لكل المصريين، فقلت وقلت له في فبراير لقد فشلتم وانتهى مشروعكم واستبعاد الابطال وحضور القتلى احتفالات اكتوبر الماضي اصاب القوات المسلحه بصدمه لكنها لم تجهر بالاستياء. ويقول حاولت في لقاء دهشور حفظ ماء وجه الرئيس السابق وكانت رسالتي ان الجيش لن ينقلب لكنه لن يتخلى عن الشعب. في الحقيقه الحوار منشور الجزء الاول منشور في صفحات 7 8 9 بيقول الفريق السيسي ان يعني ادركت ان مرسي لا يستطيع ان ولا يريد ان يكون رئيسا لكل المصريين، والذين خوفوا الرئيس السابق من دعوه الجيش الحوار هم الذين دعوا لاستمرار اعتصام رابعه. في صفحة 8 بيقول قلنا لمرسي في آخر اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بحضوره الوطن في خطر وعليك التجاوب مع مطالب الشعب. وبيقول لفريق السيسي لم أكن أريد أن ينكسر خاطر الناس أو تتحطم آمالهم في الجيش، وتقدير المخابرات منذ 2010 كانت تشير إلى حدث جلل مقبل. من 2010 المخابرات بتحذر أن في حدث جلل مقبل، وكنا على يقين أن الدولة بظروفها وتحدياتها لا تتحمل عدم الاستقرار. وبيقول الفريق السيسي ان اسلام الفرد غير الجماعه غير الدوله، وممارسات بعض الاسلاميين اساءت الى صوره الدين، والاعلان الدستوري كشف الوجه الحقيقي لمخطط الاخوان في التفكير المقصود به اعلان 21 في نوفمبر اللي فات. طبعا ده الاعلان اللي قسم مصر نصين، ده الاعلام اللي هو نازع عن مرسي الشرعيه بتاعته. وبيقول ايضا ان الفريق السيسي في اخر صفحه من الحوار احتفالات اكتوبر الماضي اصابت القوات المسلحه بصدمه لكنها لم تجهر بالاستياء. لما تلاقي النهارده قاده اكتوبر اللي هو باقي زكي مثلا اللي هو الراجل صاحب نظريه فكره تحطيم خط بالريف بالخراطيم، تفاجئ ان كل قاده اكتوبر وكل رموز القدامى المحاربين اللي شاركوا في صنع هذه المعجزه يختفوا، وتلاقي عاصم عبد الماجد، تلاقي عبود الزمر وطارق الزمر، هم دول كانوا في اللي كانوا في صدارة المشهد. بيقول انه قلت للمشير مشير طنطاوي بعد اداء اليمين لو عاوزني امشي همشي فورا، لكنه قال لا انت عارف قدرك عندي ومدى اعتزازي بك. وقراءة تاريخ الإخوان تكشف حجم فجوة الخلاف العميقة بين الجماعة والقوات المسلحة. وبيقول الفريق أول السيسي لمصر اليوم كانت تقديراتنا أننا لو وصلنا لمرحلة الاقتتال الداخلي فلن يحول الجيش دون تدعيات. يعني بيقول لو كنا وصلنا لمرحلة الحرب الأهلية والحرب الداخلية كانش الجيش عارف يعمل حاجة. ما هيعمل ايه الجيش؟ ده ناس بتاكل في بعض في الشارع، هينزل ازاي الجيش؟ في النهايه الجيش هينحاز لفصيل، يعني في النهايه في قتلى في حاجات كتير. طيب. بيقول اخر حاجه بيقول ولاء القوات المسلحه للدوله والوطن ولاء الاخوان للجماعه والامه لا ترتبط بالوطن. وخلال 8 شهور فقط اصاب نظام الاخوان المصريين بالنفور اكثر من اي نظام سابق. ده حديث الفريق اول السيسي للمصري اليوم. في الحقيقه انا بس في خبر في الدستور انا كنت اشرت ليه في اول حديثي. في الصفحة الثانية المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت بيقول في حديث لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية المصري اليوم عفوا الدستور بتنشر كده يعني ملخص لهذا الحوار. بيقول المواطنة تحكم كل المصريين ولا فرق بين مسلم ومسيحي أمام القانون. وبيقول ان الغرب انا بس اتوقف امام كلمات خطيرة قالها. بيقول ان الغرب اغمض عينيه عن حرق الإخوان للكنائس ويلعب بورقة الطائفية وفق مصلحته الخاصة. الحقيقة انا احب بس اقف عند حاجتين في الحوار ده. اول حاجة بيقول لا فرق بين مسلم ومسيحي ومقاوم. الرئيس عدلي منصور اصدر قرار بقانون قرار جمهوري بقانون بموضوع العلم الدولة والنشيد الوطني. يعني بيقول ان في حالة اهانة العلم باعتبار ان ده رمز الدولة العلم مثل هو الاحمر واللبد والاسود والنسر في النص، او ان يكون حضرتك موجود في حفلة ويعزف النشيد الوطني وحضرتك ما تقفش احتراما هذا النشيد الوطني يعاقب من يرتكب ذلك بالحبس 6 شهور وغرامه 5000 جنيه. هذا احدث تشريع اصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور. بينما تختفي الفتيات القبطيات القاصرات 11 بنت، وانا كنت اول امبارح يا استاذ عادل قلت اساميهم بالتفصيل هنا في القناه عندنا 11 بنت مختطفه، ولا يعني عايز اقول مش انا عايز اختار كلمه بس تكون سهله شويه، يعني ما فيش حاجه حصلت في البلد. يعني اعتقد انه ليس اقل ان يصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرار بقانون مرسوم قرار جمهوري له قوه القانون، زي ما انت احتفيت بالعلم الوطني للدوله بتقول ان ده رمز الدوله وان من يهين العلم يعني يعاقب بالحبس والغرامه. اعتقد انه ليس اقل ان يصدر الرئيس عدلي منصور قرارا بإنهاء أو بوضع حد لهذه المهزلة وهذه المسخرة التي تتمثل في اختفاء الفتيات القبطيات القاصرات التي يتم
التغيير بهن وتضليلهن وتغيير هويتهن وفي مواثيق الأمم المتحدة أن تغيير الهوية دي جريمة دولية. يعني حين تكره شخص على تغيير هويته وتغيير دينه هذه جريمة دولية. كيف ترتكب هذه الجريمة؟ أذكر أن احنا كنا رحنا قبل قداسة البطة ودروس وكلمنا على موضوع الطفلة سارة إسحاق، طفلة عندها 12 سنة يتم خطفها وتزويجها وتغيير دينها. بابا قال لنا بالحرف أن هذه مش أقل أن هذه وصمة عرف وجه الوطن. ما يحدث هذا مع صار في عندنا في حوالي 11 سارة اسحاق عبد الملك في الضبعة موجودين. اعتقد الرئيس عبد المنصور اذا كان يتحدث عن المواطنه مطلوب يكون في تشريع واضح يعني يتعامل مع هذه المساله. النقطه الثانيه، الرئيس عبد المنصور اللي بيقول هو الغرب غمض عينه عن الكنائس، ده المسيحيين في مصر، المسيحيين في مصر ما لا يعلمه رئيس الجمهوريه ان مسيحيي مصر والكنيسه المصريه هم من رفضوا. احنا كما ما اسن كان ممكن يتم تهيج الدنيا، يعني التهيج ده امره سهل، ده احنا اول ما طلعنا وقلنا لا يا اخواننا وقداس البابا تدروس سرعه قال مش مشكله الكنيسه، حتى بيقول يعني الاخوك المسلم ما تتحولش شكر عشان تتعرض للخطر ان الكنيسه لما تتهد اقدر ابنيها، يعني في النهايه حيطه وقعتها هجيب شطوبه ابنيها تاني، لكن لما انت هتموت هعرف ابنيك ازاي، هرجعك تاني ازاي. يعني اذا كان الرئيس عادل منصور مستغرب هو ليه الغرب سكت عن ضرب الكنائس في مصر، اعتقد انه كان يجب ان يوجه رساله شكر للمسيحيين الاقباط المصريين الذين اثبتوا بوطنيتهم أنهم لا يتأمرون على الوطن ولا يستقون بالخارج. وقداسة البابا تدروس قال نحن لا نستقوا، احنا بنساوي بس بنساوي بربنا مش ساوي بالخارج. كان أسهل حاجة أن أباط المهجر، وأباط المهجر دول عمر هم أباط مش جاي من المريخ، ما هم جزء من أباط مصر، هو ما هم هو دول هتلاقي ابن خالته وأخوه ابن عمته هو الموجود في مصر. ما كان أسهل أن هذا يتم تحريكه لولا حكمة وفطنة وطنية الكنيسة القبطية والأقباط. الرئيس منصور مدين بشكر للأقباط، الرئيس منصور مدين باتخاذ كثير من القرارات التي يجب أن هي يعني تؤكد الأقباط أنهم مواطنون. الرئيس منصور آخر حاجة أستاذ عادل أصدر قرارا جمهورية منذ أيام ببناء كنيسة هرم سيتي على مساحة 300 متر، وأنا شفت الجماعة على الفيسبوك كاتبين وكانوا فرحانين بيه. أنا كنت أتمنى أن الرئيس عادل منصور وهو رجل دولة رجل قانون أن الرئيس عادل منصور هيعلم أن في مسيرة التشريعات المصرية من دستور 82 مرورا من 23 و31 وإعلان 54 و58 ودستور 64 و71 وتعديلات 2005 و2007 ودستور 2012، أنا بتكلم عندي 12 دستور في تاريخ مصر، ما فيش نص دستور واحد بيقول أن الكنيسة تصدم قرار جمهوري. كنت أتمنى أن يصدر الرئيس عادل منصور مشروع بقانون أو مرسوم بقانون وهو يملك سلطة التشريع بموجب الإعلان الدستوري 87 أن يقول أنه لا يجب أن يفرض أي قدس أثنية على بناء الكنائس، تعامل كنيسة شأنها شأن أي منشأة أو مبنى. القضية مش أنت تتعامل بالقطارة معايا إنك مش هفرح بكنيسة بتدهاني، لا أتمنى أنك أنت يكون في حل لآلية بنى الكنائس في مصر، يكون في حل لمشاكل الفتيات القبطيات. وقت فقرتنا بس ده احنا عدنا كده أكتر من كده، ولكن خليني أقول لك كل سنة وسعادتك طيب. الله يخليك يا أستاذ، وكل سنة ومصر طيبة إن شاء الله، وبنهني القوات المسلحة. وطبعا هنخرج فاصل هنتابع فيه برضو فعاليات احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر العظيم، ونعاود بعد الفاصل مع سيادة اللواء محمود منصور اللي هيكون ضيفنا في الفقرة القادمة، الخبير الاستراتيجي طبعا واللواء متقاعد محمود منصور. كل الشكر ليك الزميل العزيز الإعلامي البارز والصحفي المتميز أستاذ سامح محروس مساعد رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أعزائي المشاهدين، عفوا يا فندم شرفت ونورت، نتواصل بعد الفاصل.